بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أعزائي المشاهدين، الأصدقاء الأوفياء المخلصين، السيدات والسادة في مصرنا الحبيبة والوطن العربي وجميع دول العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وملف جديد وأحلام وأمنيات سعيدة مع برنامجكم كلام سليم. هنفتح الملفات وهنسمع الصرخات وهنحاسب المقصرين من المسؤولين وهنرجع حق المظلومين وهنطيح بالفاسدين. اسمحوا لي في البداية أعزي الشعب المصري العظيم على وجه العموم وأسر الشهداء على وجه الخصوص، وأذكرهم وأذكر نفسي بهذه الآية القرآنية الكريمة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هؤلاء الخيرة من الشباب الذين ضحوا بأرواحهم من أجل بناء الوطن وإعلاء كلمة الحق. وعلى العكس وعلى النقيض، التهديد والوعيد بالآية القرآنية لهؤلاء الطغاة، لهؤلاء الإرهابيين الذين يسعوا في تدمير هذا الوطن. يقول ربنا في كتابه العزيز: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. رحم الله شهداء الوطن. نسأل الله عز وجل أن يجعلهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كما أود أن أعزي دولة الإمارات الشقيق والوطن العربي في الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، عزاء مصر لهذا الرئيس الزعيم الراحل. كما أود في بداية حلقتي أن أشكر معالي دولة رئيس الوزراء مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. كل الشكر والتقدير لمعالي دولة رئيس الوزراء يكلف بتشكيل مجموعة تختص بحل مشكلات المستثمرين، وهذا ما طالبنا به في الحلقة الماضية. وعاوزين إن شاء الله كلنا نتكاتف علشان خاطر ننهض بمصر. مصر كانت سلة غذاء للروس والأوروبيين والعرب، وهناك مثل جميل قوي: من لا يملك قوته لا يملك قراره. حلقتنا النهاردة بعنوان أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة في دعم المستثمرين. اسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم العزيز معالي النائب خالد علي عبد الله وشهرته خالد القط، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية. اهلا وسهلا معالي النائب، شرفتنا ونورتنا النهارده. تقديرك يا حبيبي. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني عاوزين نقول مثلا في البدايه ان احنا النهارده تعقيبا على قرار معالي دوله الوزراء يكلف بتشكيل مجموعه تختص بحل مشكلات المستثمرين. من راي معاليك القرار متاخر شويه ولا لسه بدري؟ هو اولا القرار يعني من دوله الرئاسه موجه لمجلس الوزراء والوزراء الاقتصاديين المعنيين. تمام.
هو أصل الموضوع إن إحنا عايزين نشجع حجم التصدير في بلدنا. تمام. ونكبر القاعدة التصديرية علشان نوصل بأعلى مستوى دخل بتعتمد عليه الدولة من العملات الأجنبية، فبالتالي لازم نحل مشكلة الصانعين والمستثمرين. تمام. طبعا لو أنت سألتني قرار متأخر ولا بدري ولا لا، طبعا متأخر جدا جدا. تمام. وإن المفروض إن في مشاكل مصر تعرضت ليها. تمام. من مشاكل أمنية من سنة 2011 لغاية دلوقتي، مشاكل الثورات المتعددة والمشاكل الأمنية، وبعد كده تفشي جائحة كورونا. تمام. وحالة الركود العالمي، يعني احنا بصراحة مصر ما كانتش محظوظة في الفترة اللي فاتت دي. وكان يعني هي الحاجات دي كانت أسباب التضخم وأسباب انهيار بعض الصناعات وانهيار بعض المستثمرين، فكان لازم الامر ان يبقى فيه وقفه من دوله الرئاسه ومجلس الوزراء والوزراء الاقتصاديين المعنيين، بان يبقى فيه وقفه نحل المشاكل دي، لان طبعا كان في مشاكل قبليها، مشكله المصانع المتعثره، مشكله تعويم الجنيه، مشاكل كثيره جدا تعرضت لها الصناعه المصريه. تمام. فبالتالي لا، هو قرار متاخر لو ده ردا على سؤالك، لكن هو طبعا احنا كنا محتاجين طالما ازف الوقت يبقى ازف الوقت ونبدا من جديد. نعم. لكن هل احنا محتاجين ان احنا يعني يكون في ازمات علشان خاطر نتخذ قرارات، ولا المفروض يكون عندنا قرارات مسبقه تحسبا لاي ازمات؟ هو الحقيقه احنا لما بنيجي نحسب قرارات يعني مش بسبب الازمات لما نكون في وضع عادي، لكن احنا بالحقيقه في فتره الحكم السابق وفترات الثورات المتعدده. تمام. عدم استقرار السوق العالمي، مش السوق المصري بس. تمام. حالات كتيرة، اضطرابات كتيرة أثرت على، مش أثرت على دولتنا بس، أثرت على دول تانية. يعني أحداث الربيع العربي اللي بيقولوا عليها الربيع العربي أثرت على دول كتير ونفت دول كتير وقفلت دول كتير. إحنا الحمد لله إن إحنا مازلنا صامدين ومازلنا يعني عندنا أمل إن إحنا نحسن من نفسينا. طيب، بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهورية الاتجاه نحو رفع قيمة الصادرات المصرية ل 100 مليار جنيه دولار سنويا، يعني انت شايف سيادتك ازاي نحقق هذا الامر؟ كيف يتم ذلك؟ ايه المعوق اللي هو يمنع تنفيذ ذلك؟ كيف يتم ذلك على ارض الواقع في ظل وجود معوقات كثيرة؟ طبعا يعني مما لا شك فيه ان الصادرات المصرية يعني احد الاعمدة الرئيسية للدخل في بلدنا، يعني تمام. وهي احدى مصادر العملات الاجنبيه اللي بتخش، اللي بنقدر نسدد بيها ديوننا او بنسد حاجتنا في سلعنا المستورده او خلافه. تمام. الحقيقه احنا عشان نتكلم على ايه معوقات التصدير وازاي نوصل بيها لارقام اعلى من كده، يبقى لازم نشوف ايه هي مقومات التصدير وايه. تمام. عوائقه. تمام. من كل اتجاه. تمام. احنا يعني احنا في بادرة امل غريبة حصلت من سنة 2019 ل 2021، وهو في ظل جائحة كورونا. تمام. وحالة الركود العالمي، فوجئنا بان حجم صادراتنا زاد من 26 مليار في السنة. تمام. ل 34 مليار او 35 مليار تقريبا. تمام. يعني حاجة عكس المتوقع. تمام. في ظل الظروف دي، هو طبعا هو زادت حصيلاتنا الزراعية نتيجة ان بعض الدول فكت القيود الخاصة على السلع الزراعية بالتحديد. نعم. وهو كنا لاقي يعني، أو كنا محظوظين يعني في إن إحنا يبقى في طلب كبير على المنتجات الزراعية. تمام. لكن ده بيشجعنا إن إحنا نبص لبقية القطاعات اللي هي اللي هي أصلا بنصدرها، إزاي ننميها وإزاي ننمي القدرة على وصولها إلى مركز 100 مليار دولار سنوي. تمام. هو مش صعب ومش مستحيل، لكن تمام. في معوقات، فاحنا لازم نوصل للمشكلة من جذورها. فاحنا معظم صادراتنا إذا كانت غير المنتجات الزراعية المنتجات الصناعية. تمام. هو معروف إن بلدنا يعني بتشتغل 70% تقريبا من صناعتها صناعات وسيطة، بتخش بإنها بتاخد مواد خام، بتعمل لها إعادة تشكيل، إعادة تصنيع، توصلها لمنتج نهائي أو توصلها لمنتج وسيط آخر يستخدم لمنتجات نهائية في بلاد أخرى. تمام. فهو ده من حجم صادراتنا اللي احنا مفروض ان احنا نهتم بيه.
يعني انا اقصد اقول بالكلام ان احنا المفروض ان احنا منتجاتنا الصناعيه هي اللي تزيد، لان نسبه صادرات من الصناعات المصريه مش مقنعه ومش كافيه انها ترفع لمستوى 100 مليار. تمام. فعليه عشان احنا نتكلم ايه معوقات التصدير الصناعي، يبقى لازم نتكلم الاول في معوقات الصناعه. تمام. ايه اللي ما يخليش الصناعه تنهض؟ تمام. ايه اللي ما يخليش حجم انتاجنا يزيد عشان يبقى في فائض صالح للتصدير؟ ايه المشاكل اللي بتقابل القطاع مصر كان الصناعي؟ في السابق كنا بنصدر القمح والقطن والارز والزيت والبصل والثوم، يعني كل حاجه كنا بنصدرها، مصر كانت سله غذاء. ايه اللي حصل عشان بقينا كده؟ طب وهل احنا لو عملنا مقارنه دلوقتي ببعض الدول المتخصصه في السلع اللي سيادتك قلتها دي، احنا بنمثل نسبه من الناتج العالمي؟ لا طبعا، احنا نصيبنا من القطن العالمي اللي حضرتك بتتباهى بيه ما يجيش 0.5%. شوف كل قطن المصري و و و 0.5%. يبقى يعني مش سلع احنا مثلا بنمثل فيها 30% ولا 40% من الانتاج العالمي. معلش احنا عايزين نتكلم بعد كده في الواقع، احنا مش عايزين نحط دماغنا في الرمل ونخبيها. احنا عايزين نتكلم بالواقع، احنا عندنا ايه ممكن ننميه؟ عندنا ايه فاشل نبعد عنه او ننجحه او نقومه؟ عندنا ايه ناجح نساعده ونقومه ونكبره؟ يعني هو ده السلبيات عشان نعالجها، هو ده العقل وندعم الايجابيات اللي موجوده عندنا. شغل نظريات وشغل كلام اكاديمي ونحل وشعارات الكلام ده مش هيعمل حاجه. تمام. احنا عندنا موقعات الصناعه معروفه للناس كلها. تمام. احنا اخر مره دعا السيد الرئيس لمجموعه الوزراء الاقتصاديين، يعني اعتقد ان هي تبقى وزاره الماليه، الاقتصاد. تمام. وزاره الصناعه. تمام. قطاع الاعمال، يعني هيئات اخرى زي هيئه الاستثمار، هيئات الاقتصاديه المختلفه. تمام. بحيث ان هو يعني بيتكلم وبيكلف المجموعه دي بان هي ازاي تنمي حجم الصادرات المصريه. تمام. وطبعا عشان ننمي حجم الصادرات المصريه في ظل الواقع اللي احنا موجودين فيه وحاله التضخم العالمي وحاله مصادر النقل والانتقال والشحن بقت مغالى فيها بسبب الركود العالمي، يعني في معطيات كتيرة مخلية الموضوع صعب. طيب. بس أهمها معلي. أهمها طيب ناخد الأهمية بعد ما ناخد التليفون ده. بس انت معانا مدير مديرية التموين أستاذ طلعت حسن أحمد. أهلا وسهلا أستاذ طلعت. أهلا. إزاي حضرتك يا فندم؟ كل سنة وانت طيب. وانت الصحة السلامة. اهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. عاوزين معاليك معانا في الاستوديو معالي النائب خالد القط عضو لجنة الصناعة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. عاوزينك كده، عاوزين نشوف اهم القرارات اللي موجودة عندنا في مديرية التموين بالجيزة، واهم قرارات الوزارة بالنسبة لمحصول القمح. طبعا احنا عاوزين نطمن السادة المشاهدين ونطمن الناس كلها. تمام. وان احنا بنتعامل مع اهالينا الفلاحين وبنتعامل مع السادة الشعب المصري الاصيل اللي طول حياته بيقف في الشدائد، والحمد لله انتاج القمح السنة دي بفضل الله ثم بفضل فخامة الرئيس ورئيس مجلس الوزراء ووزير المحافظين والتعاون بينهم بيزيد المخزون جامد قوي في المخزون للصرف. تمام. وان شاء الله هنجيب كل المستهدف السنه دي. وبعدين الناس متعاونه معانا الفلاحين بصراحه، والتوريد ماشي على ما يعني بطريقه سريعه وكويسه يعني عن السنه اللي فاتت. طيب. اكثر من السنه اللي فاتت. طيب. كنا في الحلقه الماضيه تحدثنا ان الفلاحين وبعض التجار ما صرفوش مستحقاتهم من 14/4 مع قرار معالي وزير التموين ان لازم كله يصرف بعد اجازه العيد. فايه راي حضرتك؟ هل كل الناس صرفت ولا لسه؟ احنا كنا مع معالي الوزير قبل العيد، وكنا معالي الوزير قال خلال 48 ساعه يتم الصرف. تمام. ويشدد على ذلك، وكلهم صرفوا لانه بعد العيد مباشره كان في اجازه عيد. السنه دي كان الاجازه طويله شويه، البنوك كانت واخده من السبت اللي بعديه. تمام. فعشان كده هي اتاخرت انه بادي، بس كله خد فلوسه بعد ما البنك فتح وكله دلوقتي كويس ان شاء الله. طيب معاليك على 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 حد علمي من بعض الفلاحين وبعض التجار ان الناس صرفت لغايه 4/5، اللي كانوا سلموا لغايه 4/5 صرفوا،
لكن اللي بدأ يسلم من 5-5 إلى الآن لم يتم الصرف، فحضرتك يعني رأيك إيه في الكلام ده؟ أي واحد ما صرفش فلوس، ودي تعليمات رئاسة الجمهورية والمديرات التموين، أي حد ما صرفش يتقدم ويقول أنا ما صرفتش، يثبت لنا إنه ما صرفش وإحنا نصرف له خلال 24 ساعة كل مستحقات. تمام، الكلام ده موجه للسادة المزارعين والتجار على لسان مدير مديرية التموين بالجيزة اللي لسه تمام. وده مش للجيزة بس، لجميع المحافظات اللي لسه ما صرفش. هيتوجه فين حضرتك عشان يصرف؟ هيتوجه للشركة المسوقة اللي هو سلمها. يعني المكان ما هو سلم، يعني المكان اللي سلم فيه المنتج بتاعه. هيستلم فورا خلال 48 ساعة. ده على الأكثر. على الأكثر 48 ساعة. طيب هنستغل طبعا وجودك معانا عبر الهاتف. وطبعا الشارع المصري يغلي بعد شهر رمضان، ارتفاع في الأسعار، الزيت وصل 45، الأرز بقى ب 16 جنيه والسكر بقى ب 12 جنيه، رأي حضرتك إيه في الكلام ده؟ إحنا عاوزين نقول حاجة نوضحها للسادة المواطنين والسادة المستهلكين، نقول لهم إن مواضيع أهل رمضان والمنافذ المتنقلة والمجهود اللي بيبذله الجيش والشرطة أمان والوطنية والمحافظين دوت خفض الأسعار في رمضان، وكل المحافظين تعليماتهم طبعا بالتنسيق مع وزير التموين تعليماتهم أنه تستمر هذه المنافذ أكبر مدة لحد المواطن نفسه يقول أنا مش عاوز، يعني دي على سبيل الإقرار، يعني إحنا دي حدة الأسعار. ده السكر بيتباع في هذه المنافذ ب 10 جنيه اقل حتى من، ما هو ده اللي احنا بنقوله ان كان في شهر رمضان، يعني هو انا عاوز اقول هو شهر رمضان مش زي الشهور الاخرى ولا ايه؟ يعني احنا المواطن يعني هنعمل له دعم في شهر واحد و11 شهر ان لا، احنا المحافظين مشددين علينا كمديريات تموين تمام بالتنسيق مع وزير التموين ان الحاجات دي يستمر وجودها، وان شاء الله احنا هنرجعها تاني، واللي قفل نفترض ناس شالت الحاجات ديت سوف نقوم بعملها مره اخرى ان شاء الله. طب ما عليك يا طلعت بيه، اللي بدا يصرف من 1-5 بيشتكي ان في المنافذ بتاع السلع التموينيه في يعني السكر شويه روح للبقال التمويني والله مش موجود النهارده، لسه ما نزلش الزيت، لسه ما نزلش الارز، لسه ما نزلش. فسيادتك ايه رايك في الكلام ده؟ هل ده تلاعب من البقال التمويني ولا هي يعني ولا ده عجز فعلا في الوزاره؟ انا هقول لحضرتك حاجه يعني عاوز الساده المشاهدين يركزوا فيها. فضل. كل السلع التموينيه متوفره، كل السلع التموينيه متوفره عند البدالين، وكون البدال مثلا بعض البدالين كل فئه فيها الناس ما نفوسها ضعيفه، كون البدال ولا المنفذ الجمعيتي مخبي السلع يقول لنا، ما في مثلا على سبيل المثال الجيزه في غرفه عمليات في المديريه رقم تليفوني ورقم تليفون المسؤولين في المديريه مكتوب على كل نشاط، في ادارات مختلفه حتى لو مدير الاداره ما وقفش معاهم يقولنا يقولوا لنا بالتليفون. ما عليك يا طلعت بيه، لو في رقم للمديريه يتواصلوا معاكم فيه يا ريت تقولوا عشان خاطر يتحط على الشاشه. تمام، هقوله لحضرتك على طول ان شاء الله دلوقتي. تمام. بس انا اقول رقم الاول 0-100-603-1915 ده رقم مدير المديريه، يعني اظن ما في يعني الساده المشاهدين اظن ما فيش مدير مديريه بيقول رقمه كده علني، يعني عشان خاطر المواطن يحس بامان، وفي نفس الوقت البدال الجشع اللي هو بيخبي السلعه علشان خاطر يبيعها سوق سودا، لا لازم أن يكون هناك في ردع وفي عقاب من قبل الرقابه، عاوزين الرقابه التموينيه تشتغل زي زمان يا طلعت بيه، عاوزين يكون في يعني كمان يعني بلغني اخر خبر، ممكن كنت بلغت مدير الاداره عندنا بمدينه ابو النمرس استاذ احمد عبد الحميد، النهارده المواطن اللي بيروح عشان خاطر يصرف دقيق المقر اللي هو اللي بيصرف منه بيجبره انه ياخد دقيق زيرو، بيقولوا لا لازم تاخد على الشكاره
10 كيلو دي زيرو، الكيلو ب 12 جنيه، هل الكلام ده موجود عندكم في الوزارة؟ ولا هو ده من البدال التمويني هو اللي بيعمل كده؟ أنا أقول لحضرتك حاجة، الأول أنا بردك عاوز أشكر أصحاب الأنشطة من المخابز والبدالين لأنهم متعاونين معانا وعارفين إن كل العالم بيمر بالظروف الراهنة دلوقتي، ولكن ما فيش فئة إلا ما فيها نفوس ضعيفة. اللي إحنا النفوس الضعيفة ديت لابد إن إحنا نشوف حل ليها، إنهم يشتكوا لنا إحنا قد تصل إلى سحب الحصة بالكامل أو الغرامات الشديدة وبعدين سحب الحصة بالكامل من البدال أو المخبز. تمام. لكن إحنا الناس متعاونة معانا، وأنا بقولها أهو في التلفزيون، الناس متعاونة معانا تماما. تمام. طيب معليك بقى السؤال المهم واللي يشغل الرأي العام، البطاقات التموينية، الحذف العشوائي اللي تم، والقرارات اللي كانت اتخذت لحذف الناس اللي عنده عربية موديل 2015، وهو طبعا احنا عارفين اللي عنده عربية ده جايبها عشان خاطر ايه، ممكن تكون العربية دي جايبها قسط، جايبها علشان خاطر يشتغل يعملها اوبر، هيعمل ايه؟ المعيشة غالية، ظروف الحياة صعبة، وما فيش شغل وفي بطالة، يعمل ايه؟ فسيادتك ايه القرارات الجديدة اللي موجودة عندك، والناس تتوجه لفين علشان خاطر اللي سقط من عنده فرد او اتنين او تلاتة يرجعهم تاني، يعمل ايه؟ بالنسبة للقرارات الجديدة احنا بنقول انه العربيات بقت لحد 2018، واللي عنده حاجة وما عندوش سيارة يعني لحد 2018 يتقدم للمكتب او مديرية التموين المختصة بما يثبت ذلك انه ما عندهوش، واحنا بنرجع له تاني تموينه وبنرجع له الموضوع زي ما كان كما كان عليه. والحذف العشوائي بيتم اخطاب، هو بيتقدم بتظلم واحنا بنعبده على معالي الوزير فورا. اولا طلع البيه بنشكرك طبعا على المعلومات الجميله المثمره اللي سيادتك واجهتها، وبنطمن الساده المشاهدين ان اللي كان محذوف منه عشان خاطر العربيه 2015 لا بقت لغايه 2018، وان شاء الله هنسعى جاهدين ان شاء الله يعني كل فرد في جمهوريه مصر العربيه يستحق الدعم يصل الدعم. شكرا معالي مدير مديريه التموين الاستاذ طلعت حسن احمد، كل الشكر والتقدير. نرجع لضيفنا العزيز معالي النائب خالد القط، شرفتنا يا فندم، ونستكمل ما بدانا مع حضرتك، اتفضل. هو الواحد الحقيقه اندمج في موضوع التموين ده، سالت اسئله كويسه الحقيقه. والله نرجع لموضوع المعوقات، مش اسئلتي، هو ده اللي في الشارع المصري واللي احنا بنعيشه، يعني بنتعايشه مع الناس، واحنا يعني وسط الناس، منهم من نفس الطبقه اللي هم منها، احنا منها، فلازم نخاف عليهم، نخاف على انفسنا. الحقيقه كويس، من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. اتفضل معاليك. طبعا احنا استكمالا للمعوقات التصدير ومعوقات الصناعه، فاحنا بنقول ان المجموعه الوزاريه المختصه او المجموعه الاقتصاديه من الوزارات المختلفه اللي بتختص بانها تشيل معوقات التصدير وبالتالي معوقات الصناعه في البدايه. تمام. فاحنا عندنا في وزاره الماليه، وزاره الصناعه، التجاره والصناعه. تمام. بعض الهيئات الاخرى، يعني هو طبعا الاهم وزاره الماليه من ناحية الإجرائية، ووزارة الصناعة من ناحية البيروقراطية في تمام. بعض الجهات الخاصة بتنفيذ الرخص والتراخيص والأنشطة المختلفة. فإحنا لو جينا نقول إن إحنا عايزين نعمل روجتة علاج لبعض المعوقات لربما تساهم في حل تمام. مشاكل معوقات الصناعة اللي هتساهم بعد كده في رفع نسبة إن شاء الله التصدير. نتمنى ذلك طبعا، أكيد نتمنى يعني. كلنا كده، وطبعا يعني يوم انت زي ما حسيتك قلت بدأوا متأخرين، لكن في الآخر لازم يبقى في بداية. الحمد لله طالما بدأنا الحمد لله يبقى في أمل إن شاء الله. كويس. نعم طبعا. نعم. والقرارات اللي بتحصل مختلفة، في قرارات طبعا كانت مش كويسة وتراجعوا فيها، كويس ان هم بيتراجعوا، يعني انا شايف ان الحكومة بتاعتنا فليكسبل، يعني لو في قرار مش هيساعد وبيرجعوا فيه جميل. هي بيبقى حاجة كويسة. جميل. لان كان بيبقى في رؤية للكلام ده وفي مردود للمشاكل القرارات دي لو هي مش مفيدة للمجتمع الصناعي. وده برضه بناء عن توجيهات معالي رئيس الجمهورية، يعني في خطة الرئيس، يعني طبعا يعني احنا طبعا في توصيات هادفة للنجاح. تمام. لو احنا بدأنا بوزارة المالية، احنا عايزين نسأل سؤال، احنا عايزين نشيل معوقات، عايزين نكبر التصدير، نكبر الانتاج. تمام. طب ما
ما نلغي الرسوم الجمركية اللي موجودة على الخامات ومستلزمات الإنتاج، نلغيها تماما. جميل. وبلاش نعتمد حتى على الاتفاقيات الخاصة مع بعض الدول زي الكوميسا أو زي جامعة الدول العربية أو الاتحاد الأوروبي، بأن احنا عاملين اتفاقيات بتمنع رسوم يعني متداولة بينا، لكن احنا فيها طالما انتاج من أي حتة رو ماتيريالز داخل في صناعة واحنا هنستخدمه جوه بلدنا أو مستلزمات انتاج، يبقى لازم نحفيها من الجمارك دي. يعني دي إحدى أسباب معوقات الصناعة. ما يجيش أنا مثلا أستورد مادة خام سي من السعودية مش هدفع عليها جمرك، لاجي أستوردها نفس المادة الخام من فيتنام من اليابان بتاع، الاقي نفسي دافع 20% رسوم، فبقى ما فيش تنافسيه في الحته دي. نعم نعم صح. فهو دي ماده خام في الاخر انا هصدرها، تمام، فليه ادفع على دي جمرك ودي ما ادفعش على جمرك؟ فانا يعني بطالب سياده وزير الماليه باعفاء جميع مستلزمات الانتاج من اي دوله في العالم بغض النظر عن اي اتفاقيه تجاريه بيننا وبين دول اخرى من الرسوم الجمركيه. جميل قوي. دي يعني واحده على طريق النجاح. وممكن ان احنا كمان مش كده وبس، طب احنا يعني احدى موارد الدولة هي القيمة المضافة اللي هي 14%، تمام، هو بياخدها من المنبع وبعدين بعد كده بيحصل تداول للضرائب دي، تمام، وخامة بتنزل مصنع، مصنع بيشغلها بيبيعها بيدفع فرق الضريبة، تمام، او يدفع الفرق اللي موجود، تمام. لكن هو 14% في حجم صناعة أو في حجم منتجات خام بنجيبها من بره كتير، كتير. نعم. فأنا أطالب بأن هو يخفضها بحيث أن هي تبقى نسبة والباقي يتدارج في القنوات الطبيعية للبيع، تمام. يعني بمعنى أن أنا ممكن أدفع 5% بس ضريبة فات أو ضريبة قيمة مضافة، تمام، ولما أجي أبيع بيع 14% أبقى أدفع الفرق التسعة دي، تمام، ويبقى في نوع من أنواع أن أنا وفرت سيولة لنفسي أجيب خامات معاونة أكتر. نعم. هي كده، ما هو إحنا يعني الدعم ده، الدعم ده يا اما مادي يا اما معنوي، تمام تمام. فاحنا لو في دعم مادي مباشر من وزاره، نعم، الماليه احنا مش عايزينه، هم غير هو اصلا في عجز في الموازنه بقى عامه بشكل عام، تمام، صحيح ان هي الرسوم هتنزل لكن، تمام، ممكن في مصادر اخرى تانية تستعوض منها، تمام، وعلى العكس انت مش هتخسر حاجه، انت بس اجلت مرحله لمرحله اخرى. فانا، تمام، انا بطالب حتى مع الوزير بانه يخفض القيمه المضافه في على السلع المستورده تبقى 5% مش 14%، وبعد كده قنوات البيع توصلها ل 14%. المهم ان الدوله تاخد حقها في الاخر من المستهلك ان هي 14%، لكن ده هيعمل طفره ويساعد على كميه المواد الخام المستورده، زياده حجم الانتاج، زياده التصدير. نامل ذلك، واحنا كمان برضك بنضم صوتنا لصوت حضرتك وبنطالب معالي الوزير بخفضها نهائيا يعني. تمام. طيب. طبعا انا في لا يعني كل ده انا بشرح، طيب، لك معوق لوزاره الماليه. معنا النائب عصام ادريس. معالي النائب عصام ادريس نائب السابق، اهلا وسهلا معالي النائب. ودي اخبار معاليك ايه؟ طمنا عليك. الله يخليك يا فندم، ازاي صحتك؟ كل سنه وانت حبيبي، وسلامي ليك ولضيوفك الكرام كده وكل المشاهدين الكرام. وحضرتك طيب يا فندم. الله يخليك يا معالي الباشا، ربنا يكرمك. اخبار معاليك ايه؟ تمام يا فندم، اتفضل معالي. يعني طبعا احنا سعداء بالبرنامج الجميل بتاعك واللي فيه نوع من انواع الصراحه والكلام السليم اللي احنا بنحب نسمعه واللي حب المواطنين يسمعوه. تسلم. وحقيقه الامر يمكن في مشكله بتعرق يمكن كثيره من المصريين وفي منطقه الجنوب بالذات باعتبارها كتله صناعيه كبيره، اللي هي مشاكل العمال المرتبطه بشركات الحديد والصلب، تمام، وشركات السكر وشركات الغزل والنسيج والخلاف. تمام. الناس لحد دلوقتي يعني، تمام، يعني طبعا في بيوت كتيره جدا جدا اتقفلت وكله بيلقي العبء على الاخر في حته ما هو السبب وراء غلق هذه المنشات التي استمرت مئات السنين وكانت نمو جامد في الاقتصاد المصري. تمام. هل هو العامل اللي موجود في الشركه ولا النظام الحكومي ولا النظام اللي احنا موجودين فيه؟ والسؤال الثاني، هل في امكانيه لحل المشاكل دي ويبقى في نوع من انواع استقرار في الشركات دي مع الناس اللي موجوده، ولا المشكله ممكن تستمر ونخضع لقانون الخاص بالشركات المتعثره وهو قانون قطاع الاعمال، ونقول ان احنا هتتحل المجالس دي؟ وقال انا لو حليت الشركات دي في كتل صناعيه تبقى طبعا الدوله ممكن تحل محلها وتؤدي نفس الغرض ولا؟ معلش انا اسف لو طرف السؤال، وتحياتي ليك
والزملاء اللي موجودين وكل المشاهدين. تحياتي المعاليك سيادة النائب عصام إدريس، تحياتي المعاليك. هيرد على معاليك طبعا معالي النائب خالد القط، يعني أسطورة في هذا المجال. لا ولا حاجة، أسطورة العك. هو يعني أنا عايز أوضح لعصام بيه في الأول، إحنا في منشآت صناعية ضخمة اتبنت أصلا بأغراض سياسية. تمام. يعني إحنا عارفين إن المصانع اللي اتبنت على أطراف القاهرة كانت من الناحية الأمنية في الأول، لكن من الناحية الاقتصادية علشان تبقى مقدراتنا في إيدينا، وخصوصا إن مصر كانت مستهدفة من أعداء كتير. تمام. من أيام جمال عبد الناصر. تمام. فبالتالي إحنا في مصانع عملناها حتى لو إحنا مكناش هنكسب منها. نعم. فكنا مضطرين نعملها عشان تبقى مقدراتنا في ايدينا. نعم نعم. عشان ما نقفش على الاخر حتى لو كانت التكلفه بتاعتها عاليه. تمام. الحديد والصلب اللي بيتكلم عليه الاستاذ عصام، احنا درسنا حالته كويس قوي في لجنه الصناعه قبل كده. تمام. اتعمل فيه ابحاث. احنا عارفين ان هو المصنع ده لما اتبنى على اساس ان المناجم اللي موجوده عندنا او تمام. المنجم الوحيد اللي كان موجود في اسوان او في الواحات. تمام. كان بيطلع تقريبا 56% من نسبة إنتاجه حديد. تمام. مصانع بتاعتنا للحديد والصلب شيدت على هذه النسبة. تمام. ومصانع حديثة. لكن طبعا النسبة دي اتغيرت وبقت أقل من 45%. تمام. نسبة الحديد. فأصبح إن احنا استخلاص الحديد من المناجم بقى تكلفته أعلى بكتير. تمام. في حين إن النسب العالمية بره أكتر من 65 و70% في مكونات الحديد في التربة. تمام. فبالتالي عندهم تكلفة الإنتاج الحديد أرخص مننا بكتير. تمام. طب إحنا كنا لو الهدف اللي موجودة كانت معمولة سياسية، لكن دلوقتي بيخسرنا. مصنع الحديد والصلب ما بيجي يستهلك طاقة حرارية، بياخد كميات فحم الكوك. تمام. طريقة غبية، طريقة كبيرة. النهاردة فحم الكوك بالذات سعره عالي. تمام. يعني كان في مشكلة اقتصادية ما بين ان الشركة بتاعت فحم وكوك دي كانت ليها عند مصانع الحديد والصلب بمبالغ ملايين، عشرات الملايين ومئات الملايين. تمام. وكانت هتوقع الشركة لو ما ساعدوها قبل كده في عدد معين من السنين، بحيث ان هم خدوا الدعم عشان تستمر بسبب مديونيتها للحديد والصلب. تمام. طب نرجع للحديد والصلب. احنا بنلاقي ان في دول أوروبية وأسيوية عندها منتجات الحديد، عاملين المصانع فوق المناجم فوق جنب مواني الشحن، يعني تمام. عندهم التكاليف بسيطة جدا. تمام. يعني تكلفة إنتاج الحديد عندهم هناك يمكن نص تكلفة إنتاج الحديد عندنا في مصر. تمام. فإحنا يعني عن كده صناعة الحديد عندنا بقينا شايفين إنها بتخسر كل سنة، ابتدت بمليار. تمام. مليار وربع، مليار ونص، وبقينا إحنا عارفين إن إحنا هنخسر السنة دي مليار وربع أو مليار ونص، والسنة الجاية هنخسر مليار. وبقينا عاملين زي النعامة اللي بتحط راسها في الرمل. تمام. يعني لا، طب ما إحنا خلاص، يعني طالما مقدراتنا مش في إيدينا يعني لازم يبقى في فكر تاني. تمام. أول تطوير. حاجة تطوير. وكمان إحنا محظوظين. نعم. إحنا الأرض اللي مقام عليها المصانع الحديد والصلب بقت ذات قيمة. نعم. يعني ممكن نغير تكنيك صناعة الحديد. من طب العامل ده العامل ده هنعمل معاه ايه؟ تمام. هنعوضه ازاي؟ اللي موجود هيتعوضوا، لان احنا تمن الاصول لو اتصفت شركه الحديد والصلب. تمام. تمن الاصول بتاعتها يعني هتخش في حوالي بتاع 100 مليار الاراضي بس. تمام. والحاجات ده تمن الاراضي. تمام. فلو احنا هنستعوضهم ده سهل ان احنا نستعوضه. تمام. ولو ان احنا سيبنا المناجم بتاعتنا واجرناها لشركات صينيه او شركات تانية، الناتج منها ممكن ندي مكافئات ومعاشات لغايه ما يوصلوا سن المعاشات من خلال المناجم دي. تمام. لكن احنا لو احنا هنفكر لا، لازم نعمل كيانات تانية غير كده، يعني ما تعتمدش على استخراج الحديد من المناجم او من الخامات الاولانيه، لان احنا مش كده مش قادرين على ان احنا نقدر ننافس ويبقى عندنا قدره تنافسيه بالدول الاخرى. يعني انا اشتري من بره ارخص من تكلفه انتاجي. تمام. فاحنا مش عايزين يعني نفكر بتفكير نقول عليه وطني وقومي، لكن هو عايزين نفكر. طيب عايزين من سيادتك رساله طمانه للعمال والموظفين اللي موجودين في شركه الحديد والصلب اذا ما تم تصفيتها على حسب القول. لا، هو يعني انا اعتقادي الشخصي، يعني مش كلام حد مسؤول، ان هي طبعا هتصفى، لكن كل العمال اللي فيها هيستعوضوا وهيفضل مرتباتهم ماشيه لغايه سن المعاش. تمام. وهيبقى ما فيش نوع من انواع الغبن على حد، ولا تمام. يعني الخوف اللي محطوط ده ما حصلش قبل كده في تصفيه اي شركه. طيب. تصفيه اي شركه بتاخدوا ناس حتى مكافئتها، والناس اللي كانت شغاله في مصانع قديمه بيطلعوا خبراء يشتغلوا في مصانع حديثه. طيب سيادتك بقى عندنا سؤال مهم، بما ان سيادتك في لجنه الصناعه
والسؤال ده مرتبط بقرار معالي رئيس الوزراء اللي هو يكلف مجموعة تختص بحل المشكلات. كيف يتم دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة على أرض الواقع؟ وما هو مردود ذلك على الشعب المصري؟ هو طبعا هم بيفكروا فكر جديد يعني غير اللي موجود حاليا. تمام. أنا أعتقد أن الفكر ده أفضل بكتير. الفكر أن احنا طبعا بما أننا مش دولة رأسمالية وأن عدد الصناع أو المصنعين بيبصوا ويلتفتوا للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هو ده يعني اللي نقدر عليه، فلازم فعلا نلاقي دعم علمي ومعنوي حتى من الدولة للموضوع ده. تمام. طب هو معنوي ولا مادي؟ مادي ممكن عن طريق قروض في البنوك، يعني احنا اتعملت مبادرات بسيطة ب5% وكلام من ده وما زالت مستمرة، ده مادي. لكن معنوي احنا عايزين نساعدهم في ان تراخيصهم ومشاكلهم اللي بيلاقيها الصناع الكبار ما تقابلهمش نفس المشاكل دي، وتبقى تراخيصهم عن طريق الحياة اللي شغالة فيهم. تمام. المجموعة الفكر الجديد دلوقتي اعتقد ان احنا من بعد ما بنزيل العشوائيات من شتى انحاء جمهورية مصر العربية. تمام. بمحافظات مختلفة، يعني احنا بدأنا بمحافظة القاهرة والجيزة. تمام. واسكندرية، وهنبتدي بمحافظات تانية بحيث ان العشوائيات اللي فيها تزيد، لان حتى العشوائيات دي لما بتحصل بيحصل فيها نوع من انواع النشاط الصناعي الفردي العشوائي المقلق للراحة ومفيش منه استفادة يعني. فهو الاتجاه ان هم يعملوا مناطق حرفيه في كل مدينه من مدن اي محافظه. هندعم المستثمر ده ازاي؟ ده مش مستثمر، الصانع الصغير. الصانع الصغير الصغير هندعمه ازاي؟ هندعمه ان احنا نحطه في منطقه صناعيه متخصصه حرفيه، بان هو يمتلك محل يمارس فيه نشاطه او تمام. مكان يمارس فيه صناعته. طيب معهوش فلوس هنعمل له ايه؟ هل هو قروض مثلا؟ في هيبقى قروض بنكيه ميسره، البنك المركزي. طب هل يعني هيكون الاجراءات او الطلبات سهله وميسوره ولا هيبقى في تعقيد علشان خاطر؟ لا هو طبعا يعني ايه، انا هقول لك على حاجه، احنا عاوزين كده نتكلم يعني بصراحه يعني. تمام. هو السيد الرئيس في المجموعه الوزاريه يعني كان بيقول القرارات بكل حب للناس اللي فعلا عايزين يساعدوا الناس. تمام. البنوك بشكل عام ما بتفهمش، ما فيهاش العواطف. تمام. بتبقى محتاجه ضمانات وخايفه ان حقهم برضك، عاوزين نقول حقهم، لان لا طبعا حقهم. هو حقهم الضمان، هو ضمان يعني المؤسسه الحكوميه، ضمان البنك المركزي اللي اداهم وعد عن ان يحصل لو حصل نوع من انواع هيصادر المكان بتاعه كله تقصير ولا كلام من ده يستعوضه. انما هو هنا البنوك بتمارس مع المستثمر الصغير او الصانع الصغير نفس المقاومات اللي بتستمرها مع مستثمر كبير وصانع كبير، وده غلط. ما ينفعش صراحة. طبعا ما ينفعش. فهي يعني عايزه توجيهات من البنك المركزي بحيث ان يبقى في رفق في الصناع الصغيرين. نعم. رفق بالصناعات الصغيره. تمام. تسهيلات من الاحياء والمدن المختلفه للناس دي باستخراج التراخيص باسهل ما يمكن وبارخص ما يمكن وبدون رسوم. هو ده الدعم المادي والدعم المعنوي. احنا مش محتاجين نقول لكم احنا الدولة تدفع فلوس لحد، الدولة مش تدفع فلوس لحد. تمام. لكن محتاجين ان احنا نوفر على الصانع فلوس. نعم. محتاجين ان احنا ندعمه ويطلع تسهيل برضك في الرخصة بالنسبة للمحليات، الترخيص تبقى سهلة، الاجراءات بتاعتها غير كده. مكلفة. عاوزين يبقى كده هو يعني. ده الفكر الجديد، وهو عشان نبني بلدنا تاني من جديد، ده اللي هيحصل في الفترة اللي جاية ان شاء الله. طيب معليك يعني خبر بقى اللي شاغل الرأي العام، غلاء الاسعار وجشع التجار، هل سببه يعني الحكومة ولا عجز الرقابة؟ يعني التاجر الجشع ده اللي بيخبي السلعة، أو وأولا يعني المفروض يكون في عليه رقابة صارمة علشان خاطر النهاردة السلعة النهاردة يعني احنا لسه ما فيش أي حد لسه لا استورد، لا ما فيش شاحنة دخلت من ساعة الحرب بتاع روسيا وأوكرانيا، ولا من ساعة الدولار ما ارتفع ما فيش حاجة يعني. فعاوز اقول ايه سبب الغلاء اللي احنا موجودين فيه؟ اللحمه زادت، بقت ب 200 جنيه، الفراخ بقت ب 50 جنيه، السكر، الرز، الزيت. المواطن النهارده عشان نقول النهارده انا عاوز يعني اعمل يعني مقاطعه، يبقى انا النهارده عشان اقاطع هقاطع كل السلع. يعني هعمل ايه؟ مش هلاقي حاجه كلها. يبقى مش هاكل، يبقى هموت. فنعمل ايه؟ راي حضرتك ايه؟ لا انا عايز اقول لك على حاجه. وعاوزين برضك النهارده الاحزاب تكون واقفه على ارض الواقع، يعني كله يتعاون يعني في بناء الوطن، يعني المجمعات الاستهلاكيه اللي عنده اي منفذ، يعني رجال الاعمال لازم هو ده دورها. بس من السؤال اتفضل خليني بس ايه مرحليا في كل جزئيه من اللي قلتها دي ارد عليك فيها وبعدين نجدد الاسئله. اتفضل. تمام.
اول حاجه انا راجل مؤمن بحريه التجاره. حريه التجاره يعني طلب وعرض. تمام. الاسعار لما بترتفع نتيجه ان الطلب ازيد من العرض. طب العرض قال لي ايه؟ هو ده المشكله. احنا تمام. ازاي نبحث ازاي ان السلع دي مش متوفره؟ مش تمام. نبحث انها غليت. اصل انا لو انا زارع بصل، زارع طماطم وعملت حطيت فيها اسعار زي ما انا عايز ومحدش اشتري مني، السلع حدوش. السلع متوفره ولكن التجار مخبياها. مش كل حاجه ليها صلاحيه. معلش ما مش حكايه مخبيها، ده الكلام اللي احنا بنقوله، لكن هو الحقيقه عرض وطلب. حجم الكميات المتوفره النهارده، سعر السيارات النهارده زاد يعني 50,000 جنيه كل سياره، الثلاجات كل حاجه زادت. لا ما هي زادت ليه السيارات؟ معلش خلينا ارد عليك في كل نقطه، ما تاخدهاش بشكل عام. اتفضل. النهارده السيارات زادت بسبب ارتفاع سعر الدولار وتكلفه هو لسه السيارة. هو لسه ما استوردش حاجه، هو لسه ما استوردش، هو شاري بالسعر القديم. ما هو لو ما باعش بالسعر الجديد هيشتري بالقديم، هيشتري بالجديد وهيخسر في القديم. طب وايه المانع ان انا ابيع بالسعر اللي موجود ولما اجي اشتري بالسعر الجديد ابيع برضك بالسعر الجديد؟ ايه المانع في كده؟ وايه المانع انه يكسب هو كمان؟ ما هو هيكسب، ده مش جشع. ما هو عنده مكسب لان هو شاري رخيص فيبيع رخيص، ولما يشتري غالي يبيع غالي. لا المشكلة؟ ما هو لو باع رخيص هيشتري غالي، فهو لازم يبيع غالي عشان غالي. يشتري غالي ما هو هيبيع غالي، هو هيخسر. لما يشتري هيبيع تاني برضك. معلش النظريه دي قديمه اسلم بيه. يعني انت لو عندك شويه بضاعه في حاجه تمام، اشتريتها ب 10 جنيه بيعها ب 12 جنيه، جت غليت، وانت هتروح تشتري دلوقتي الجديد ب 15 جنيه. وهبيعه بكام بقى؟ وهبيعه بكام؟ ب 17. اذا انا النهارده معيش ال 15 جنيه، لازم ابيعه ب 10، ده ب 15 عشان اشتريه ب 15. ده انا كده ابقى كسبت كده. ما كسبتش انا، يعني هي البضاعه مفيش. وارجع تاني عندك 100 طن بضاعه، 10 طن بضاعه، بعته بسعر كذا هتشتريه بالسعر الجديد بنفس هو نفس الطن. لو انت بعته اقل بسعر قديم مش هتشتري الطن، هتبقى بضاعتك بقت طن الا ربع، يبقى انت خسرت ربع. طب خلي النهارده، لكن هو الموضوع مساله طلب وعرض. هي حكومه ايه اسباب ان العرض قال والطلب تمام. زاد، هو ده المفروض يبقى في احاطه للحكومه. ايه السبب في ذلك؟ هو كده. هل الحكومه ولا الرقابه ولا جشع تجار؟ ده كان سؤالي لحضرتك. انا ما اعتقدش ان جشع تجار، يعني انت طيب. هو جشع تجار، هل هم اللي رفعوا سعر الدولار ولا الدولة أو البنك المركزي هو اللي رفع سعر الدولار؟ الدولار ارتفع مفيش مشكلة، لما أبقى أسوق ما هو احنا ما حاجاتنا كلها مستوردة، حاجاتنا يعني كلها مستوردة. يعني أنت عندك الرز اللي وصل 28 جنيه مستورد، السكر تكلفة الإنتاج بتاعته، السماد بقى غلي بكام، الجبل الأيدي العاملة بقت بكام، بتجيب بالدولار المبيدات والحاجات الخاصة بالزراعة بكام؟ يعني يا خالد بيه في يوم وليلة، ما هي طلب وعرض كله ينفع. احنا ممكن نشتكي ونزعل ونتضايق، انا معاك، انما هو هي مساله العرض والطلب. الحكومه هتجابه ده ازاي؟ احنا عاوزين نوجه رساله للتجار، نقول لهم ان البركه مش في المكسب الكتير، البركه من عند ربنا طبعا. مش في انا ربحت 1000 ربحت 2 ربحت 10، لا، البركه من عند ربنا، مش في زياده السعر خالص. فلازم كلنا يعني نتعاون ونتكاتف، احنا بنمر بأزمات، لازم الكل يكون يحط مصر الأول قدام عينيه. لازم كله يضحي، يعني إيه المانع لو أنا مثلا سنة ما كسبتش؟ هو أنا بضحي لمين؟ لأخويا برضك اللي موجود معايا، المواطن اللي موجود معايا. والبركة من عند ربنا. بركة ربنا يديها بقى في الصحة، يديها في الأولاد، يديها في العمل، يبقى في بركة ربنا موجودة معانا. لكن لازم نتكاتف، ويكفينا حديث سيدنا النبي التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. انت عاوز ايه تاني؟ ولكن على العكس الحديث برضك، المحتكر ملعون. انت عاوز يبقى في انهي صنف من الناس؟ اللي مع النبيين والصديقين ولا مع الملعونين؟ لازم نحسبها حسابيا، تحسبها بقلبنا مش بعقلنا خالص. معالي النائب، يعني سؤالنا الأخير لمعاليك، نرجع مصر تاني ازاي؟ هو بالذوب العافية هترجع أحسن من إن شاء الله. هو طبعا أنا هقول لك يعني حكاية كده غريبة، أو بلاش هقول لك حكاية غريبة، لكن هقول لك واقع احنا لامسينه. تمام. احنا السيد الرئيس يعني في جراءة ما حصلتش في قبل كده. تمام. هو حاليا بيحارب وبيجاهد في اتجاهات متعدده. تمام.
بيحاول يبني مصر اللي قبل كده الرؤساء ما عرفوش يبنوها. تمام. بيحاول ان هو يوفقها امنيا، يوفقها اجتماعيا، يوفقها اقتصاديا. صحيح ممكن نلاقي شويه معوقات بتحصل لنا كجيل موجود دلوقتي، لكن قدام والاجيال اللي جايه هتبقى اسعد مننا بكتير، لان هيبقى في نظام وفي تطور وفي نمو هم هيستفيدوا منه. تمام. النهارده معدلات النمو بتزيد، الرقي بيزيد، ممكن نقول معدلات الناس اللي هي متضايقه او الناس اللي حاسه ان الحياه بقت صعبه عليهم كبيره شويه، لكن ده الوقت بسيط. لكن انا اعتقد ان الفترات اللي جايه ان الاقتصاد بتاعنا هيتحسن، لان احنا ماشيين باتجاه صح وخطى صح. تمام. وانا شايف ان دوله الرئاسه مهتميه بان يبقى اقتصادنا اقتصاد قوي، بحيث ان يعمل قيمه مضافه للمجتمع تسدد ما علينا وترفه ما لينا، وهو ده اللي بيحصل حاليا، وان شاء الله هنحس بيه قريب ان شاء الله. طيب يا معالي النائب، النهارده عاوزين يعني نقول ننتقل من الصناعة إلى المباني. يعني سؤال كده عشان خاطر ده ممكن يكون حلقتنا القادمة إن شاء الله، يعني رؤية حضرتك إيه؟ وكان بلغنا إن شاء الله الدنيا هتفتح كلها في شهر 7، فعشان خاطر يعني الأيدي العاملة وعشان خاطر يكون عندنا البديل. فرؤية حضرتك في النقطة دي إيه يعني؟ حقيقة قرار وقف المباني ده كان قرار صعب، على لان معظم الشعب او الناس اللي بتشتغل في مصر في طائفة المقاولات او المعمار. تمام. حجم كبير جدا ورؤوس اموال كبيره جدا وقفت. تمام. وعماله كتيره يعني اتشتتت ومشاريع وقفت كتيره. تمام. ووقف التراخيص يعني ان كان يعني لاسباب ما. تمام. فارجو ان تنتهي هذه الاسباب يعني ويعاد فتح، لان احنا السيوله بتاعت بلدنا بتيجي من خلال المقاولات والمعمار، ده دي سيوله بلدنا. تمام. حجم العمال وحجم هو ستك اللي هي المباني اتفتحت بالفعل في القرى، ولكن احنا عاوزين نخفض الرسوم بتاعه الرخصه. يعني الرخصه النهارده واحد الراجل الفقير ده اللي في قريه وبني 100 متر الرخصه بتتكلف عليه 25 و30 الف. فاحنا بنطالب سيادتك، بنستغل وجود معاليك معانا وبنطالب ان احنا نرخص الرسوم، وبالنسبه للمدن نفتح ان شاء الله وعشان خاطر الدنيا كمان تمشي. والله مساله الرسوم دي واحده برضو من الخاصه اللي اتكلمنا فيها مع السيد وزير الماليه. تمام. يعني اذا كان في جبايه او في ضرائب ومتنوعات كتيره. تمام. فهو يعني الراجل مش بياخدها مثلا عشان حاجه معينه او تخطيط معين من وزاره الماليه. تمام. والراجل بياخدها علشان بيسدد فيه عجز الموازنات اللي مطلوبه في كل المحافظات. تمام. احنا اتناقشنا مع السيد. تمام. محمد معيط قبل كده في القصه. تمام. دي ولدرجه وصلنا للشجار، يعني حجم الضرائب كبير وعلى الناس وده على عاتق وكاهل الناس، كنا واخدينها من الناحيه الانسانيه. تمام. بس هو اقنعنا بان هو يعني في الاخر. تمام. هو الناحيه الانسانيه اذا كنت انتوا بصين لها بنطاق ضيق، انا بصين لها بنطاق كبير، لان. تمام. انا ببني في البلد. تمام. وعندي موازنات وعندي عجز موازنه. تمام. وعندي ايرادات. تمام. تمام. معالي النائب اولا سعدنا بيك، شرفتنا طبعا، وطبعا الساده المشاهدين كمان اكيد سعداء طبعا بمعلوماتك وبالمصداقيه اللي عند حضرتك، فكل الشكر والتحيه لحضرتك. أعزائي المشاهدين، يعني ضاقت فلما اشتدت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. إن شاء الله فرج ربنا قريب، وإن شاء الله عشان نبني بلدنا لازم كلنا نضحي بالحب. هنبني بلدنا بالحب، هنرجع أمجادنا. أعزائي المشاهدين، بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد، المرء يتمنى والله يفعل ما يريد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.